انت رجلك مالها؟ انا عندي فقرات والتهابات في مصر. بتتعالج منها؟ باخد حياه. ما كفاياك الشغلانه دي؟ والبضاعه دي بتاعتك ولا انت بتاخدها وتبيعها وتسد؟ بسد كبير مثلا. وبيطلع لك مكسب كام يعني في الحته مثلا؟ بنسوي الحته 20-25. وشغل قد ايه بقى في اليوم؟ لا يا ولد ساعتها الساعه 10 الصبح الساعه 9 بروح المكتب. يعني بتبيع بكام في اليوم مثلا؟ بعدلك ب500 فيها مكسب 200 جنيه. و 500 دي بتيجي؟ ساعات وساعات. هي ولا ساعات. يعني ما عندكش دخل غير ده؟ هو ده. ده راس مالك؟ سمك اوضه وصاله. ربنا يرزقك ان شاء الله. الحمد لله فضلك. ربنا يكرمك يا حاج. انت عليك ديون؟ الحمد لله. مالك يا حاج؟ لا في ايه؟ حاجه مضايقاك؟ لا والله. بجد والله؟ لا. طب ايه اللي مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاك؟ في حاجه محتاج ان حد يساعدك فيها؟ في حاجه؟ انا نفسي لو حته شفت التروسيكل ولا التلات عجلات ده هيغنيني عن لفه في الشارع. هتعمل بيه ايه؟ هعمل بيه مشروع احط عليه شويه بضاعه واقف طيف. ده اللي انا بتمناه من ربنا. في نسيت في حاجه ربنا رايدها خدها. ونعم بالله. صح. ميت شهيد الحمد لله على حد وقدر عايش بلاقي على بيت ولا ربنا. ربنا ما يحرجك ولا يحرجك. امين يا رب. دول 500 جنيه. تاني اشتريت منك بضاعه ب 500 جنيه. بس هسيبهم لك. الله يستر. ترزق بيهم، ربنا يضعف لك رزقك. الله يستر. ويضرب بخاطرك. إيه على كرمي وتمر وخوتك، وابعد عنك ولاد الحرام في شر المرء، بس هتاخد مني حق. أنا هسيبهم لك بقى. افتكرت ايه يا حاج؟ مش حاجة والله. بجد والله؟ والله لا في حاجة. طب ليه بتبكي؟ طيب ايه اللي افتكرته وخلاك تبكي؟ كنت مزنوق وكان في حاجة محتاجها كان وربنا كرم ولا ايه؟ ايه اللي جه في بالك؟ قول لي. ربنا ما ينساش حاجة يا باشا. أما بنعمة ربك ما حدش ما يصلح حالك. أمين يا رب. يصلح حالك. وجعله في ميزان حسناتك. لا والله لا انا هسيبهم. انا هسيبهم. انت معاك عربيه؟ معايا عربيه بس مش هاكل. لا والله لا. اسمع اللي بقول لك عليه بقى. طب ليه عايز تديني حاجه؟ عشان احس ان انا واخد الحاجه مني. ما احسش ان انا واخد الناس من حاجه يبقى انا عملت بها. طب ما انت عملت. لا بالله انت هديتني وانا اترضيت. الحمد لله. ماشي. يا رب اصلح الحال من عندك يا رب. عرق ابيض. اصلح الحال من ايه ده يا حاج؟ عرق ابيض. ايه ده يا حاج؟ احنا شبه بعض. بالصلاة على النبي. احنا شبه بعض. الله يصلح حالك. الله يرزقك ويصلح حالك. الله يرزقك ويصلح حالك. الله يديك الصحة. الله يرزقك ويصلح حالك. ده انا جاي اقعد وافضفض معاك شوية. الله يرزقك ويصلح. بالصلاة على النبي. الله يرزقك ويصلح. ربنا طب سي كده كتير يا حاج. قول يا رب. ربنا يرزقك بفضل رب. ربنا يجازيك خير. من اول رمضان وانا بلف على رجلي وعندي ايجار هيكسر النهارده عليا. صاحب البيت قال لي لو ما جبتش الايجار قبل الفطار همشيك وتشيل عفشك. جالك كام يا حاج؟ 300 جنيه يا حاج. ده كتير يا حاج. لا هي جت من عند ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو رزقك رزق ناس حسبة نسبة وبالمقاس. عاملك ازاي؟ قول يا رب. وديك الفلوس عند ربنا. عند ربنا. الله يصلح حالنا وحالك. ربنا يبارك. هي جت من فضل ربنا. أنا قاعد كده واحد قاعد جنبي زي كده. ربنا يزيدك. هو ربنا ما بينساش حد.
دعينا بس، دعينا ربنا يشفينا معانا ويكفينا شر المرض. شوف الله يشفيك ويشفيك. بس انت بيتك اولى بالفلوس دي. والله العظيم ما بننام من غير عشاء. وانا هقعد ادور عليك كده كتير؟ هعمل ايه؟ انا هقعد ادور عليك كده كتير يا ابني. يا ابني اتصل بيك ما تردش على التليفون ليه؟ يا ابني التليفون ليه؟ فين فلوس الايجار اللي عليك؟ انا ليه عن 300 جنيه؟ كام دول؟ وتعالوه. طيب فهو بقى ماشي، دول 300 جنيه بتاع الايجار. تمام كده؟ فين بقى دلوقتي ال 200 جنيه اللي هو مستلفهم مني؟ واحد ربنا، انت مستلف منه 200 جنيه؟ عشان الفطار، عشان تجيب فطار، وديتك تجيب فطار، فين بقى ال 200 جنيه؟ قول يا رب. هو انت محموله ليه؟ يا عم محموله شبه. راجل شبه. شبه يا عم. الله يبارك لك. عادي زعقنا، سيبها على الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. حقك عليا. على ايه؟ حقك عليا. وربنا ربنا ما بنسانا. حقك عليا. احنا فقراء بس اساسات النفس. الحمد لله. اللي انا عملته كده يا رب علي اللي يعملوا معايا. الله الله الله. بقيت الحمد لله، بقيت مع ربنا. كان في حد واقف معاك دلوقتي؟ راجل خدام محاش واقف. انت تعرفه؟ على الله زيك. تعرفه يعني صاحبك هو؟ لا هو كان عايز حاجة ولا ايه؟ واحد جاز عقلي ده محدش بيصبر على حاجة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بقول له الايجار ومش نظافة. قلت له الايجار عندي. عندك؟ بس انت اديته فلوس؟ لازم اديله حاجه. طب ما انت محتاجها. دقيقه وانت عطلت. انت مش فكيت عليا لما الاقي واحد من التاني ما فكهاش عليه؟ بس انت محتاج حاجه. انا محتاجها. ربنا مش هينساني. والله ما هينساني. والله واثق. واثق في ربنا قبل اي حد. حتى لو ما بعتش؟ وحتى لو ما بعتش. والله ربنا ما بينساني. ما فكرتش قبل ما تديله الفلوس دي؟ لا افكر فيه. انك ممكن تتزنق بكره؟ فكرت هروح عند الشيطان. طب انت اديت له فلوس ليه بامانه؟ لا انا راجل في ضيقه زي انا حسيت بالضيقه. شبه الغلبان زي انت مش حاططني؟ انت اقدر اقسمهم بالنص؟ بس انا لسه اقدر اشتغل لحد النهارده. وانا بالفعل جاي بزعل على جوك. انت عدت عليك ايام ما كنتش قادر تجيب لحمه او ما كنتش قادر تجيب اكل؟ قادر ادفع ايجاري كده. خلي بالك ده عقاب ربنا بيحاسب لي بيه. والله العظيم ده عقاب ربنا بيحاسب لي بيه. دي تفرق. لما مر الحالة لازم برضو بيشوفها. لما بيشوفها ربنا بيهون عليه. انا اخوك ايمن مصطفى من مؤسسة حياة كريمة. فاسمحنا احنا كمؤسسة حياة كريمة احنا عايزين بس اول حاجة نديك ميدالية ابطال حياة كريمة. انت بقيت بطل من ابطال حياة كريمة. الله يبارك لك. محتاج ايه بقى؟ محتاج حته مكنه وقدمت فيها قبل كده. هي التريسيكل. بعرف اسوقها. كان معايا واحده بعمل لها فرامل. انا فرامل يد. عند واحد حداد عندنا بيعمل هنا. دي هتفرق معاك في حياتك؟ تفرق معاك كتير. ده مبلغ من مؤسسه حياه كريمه عشان تجيب بيهم التريسيكل اللي انت عايزه. دول 100,000 جنيه.
كتير او عليك؟ لا مش كتير عليك والله حاجه. والله كتير. والله ما كتير عليك ابدا، انت ساعدت الراجل واديته كل اللي في جيبك وانت محتاج كل جنيه يعني حاج. ربنا يكرمك. ربنا كريم يا حاج، ربنا كبير وهو اللي بيرزق. احنا عايزينك تجيب التروسيكل اللي انت عايزه، وعايزينك تبتدي حياه جديده عشان رجلك، وعايزين نفتح لك مشروع كويس. بكره انا هجيب التروسيكل بكره ان شاء الله. مبسوط؟ مبسوط قوي بجد والله. والله ما في بعد كده. عرفنا نشيل هم من على قلبك؟ شلته كتير والله، شلته كتير. ربنا كرمك. ده الرزق اللي ربنا بعته لي على دي. ربنا كرمك يا حاج. الله يوفقك. راجل طيب وتساعد كل خير.